مشاهدتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائيات هذه نقدم لحضراتكم عرضنا الرئيسي لهذا المساء، وفي نهاية النشرة قراءة لبعض المراسيم. أجرى اليوم رئيس الحكومة بايمي باداكي ألبير مباحثات عمل مع الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير. المباحثات تركزت حول العديد من الملفات التي تربط البلدين والشعبين التشادي والسوداني وسبل تعزيزها. تأتي مقابلة رئيس الحكومة للرئيس السوداني في إطار زيارة عمل وصداقة يقوم بها للسودان. مفدنا إلى هناك خالد موسى الحاج. خلال المقابلة التي جمعت بين رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير ورئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى الخرطوم، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير، كما تناول العلاقات التي تربط البلدين والفرص المتاحة لتوسيع نطاق التعاون وفتح آفاق جديدة أمام التبادل بين البلدين في العديد من المجالات. زيارة رئيس الوزراء إلى السودان تجيء ضمن المساعي المبذولة من البلدين خاصة على مستوى الرئيسين من أجل توحيد الرؤى وتعميق التبادل التجاري والاقتصادي وفتح المجال أمام المستثمرين في البلدين في خطوة تعكس العلاقات المتميزة على الصعيدين الرسمي والشعبي. وفي نهاية المقابلة صرح رئيس الوزراء بأن حكومتي البلدين تعملان من أجل ري شجرة الوحدة التي غرسها الرئيسان، وأن الزيارتا كانت سانحة للحديث عن القضايا والمصالح ذات الاهتمام المشترك، مستشهدا بالتعاون الأمني عبر القوات المشتركة كنموذج فريد للشراكة والصداقة التي تربط البلدين. كما انتهز رئيس الوزراء الفرصة ودعا رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في تشاد، مؤكدا أن تشاد ستوفر لهم كافة التسهيلات في إطار التشجيع على التعاون وتدعيم أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أجرى رئيس الحكومة بايمي باداكي ألبير مباحثات عمل مع نائب الرئيس السوداني حسن بكري صالح. خالد موسى الحاج. في أول خطوة له ضمن زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فقد أجرى لقاء مع نائب الرئيس السوداني محمد عبد الرحمن حسبو بالقصر الرئاسي. المباحثات بين الطرفين تناولت علاقات التعاون الثنائية المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتنمية الموارد البشرية، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز أمن الحدود بين البلدين خصوصا في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها ليبيا ومدى تأثيرها السلبي على أمن البلدين في حال تفاقمها. ومن هنا اتفق الجانبان على أن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان وتشاد ودول المنطقة ككل. كما التقى أيضا رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير برئيس مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح. علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال التجاري وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في البلدين إلى جانب مواضيع أخرى كانت في صلب المحادثات بين الطرفين، كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية والدولية خاصة الوضع الأمني في ليبيا الذي يتطلب اهتماما من دول الجوار والعمل لإعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق. هذا وتوج اللقاء بتصريح أدلى به رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير الذي أكد أن زيارته إلى السودان تندرج في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وإرث ثقافي ومجتمعي مشترك، متطرقا إلى القوات المشتركة والتسهيلات التي يحظى بها رجال الأعمال التشاديين في استيراد السلع عبر منطقة بور سودان كنموذج لإطار التعاون القائم بين الدولتين، موجها نداء إلى رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في تشاد. هذا وقد انتهز رئيس الوزراء الفرصة وعبر عن شكره وامتنانه للسودان حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.